وسلم حضراتكم مشاهدي هذا الصباح لفقرة الصحافة اليومية واستعراض لأبرز عناوين الصحف المصرية. النهاردة ضيفنا هو الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. صباح كل خير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ أحمد. اسمح لنا في البداية في هذه الفقرة نستعرض العناوين ونعود لنتناول التفاصيل. مشاهدينا الكرام فاصل ونرجع نكمل فقرات هذا الصباح. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مرة تانية والبداية من جريدة اليوم السابع وعنوان الرئيس السيسي تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني. وعنوان تاني من جريدة الأخبار الرئيس السيسي تعلمنا من دروس ثورة يوليو عدم التفريط في الاستقلال الوطني. ونقرأ أيضا من الدستور الرئيس السيسي واثق أن مصر ستعبر المرحلة الراهنة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها. حضرتك شايف إزاي كلمة الرئيس السيسي بالأمس في الذكرى 72 لثورة يوليو أستاذ أحمد؟ كل سنة حضرتك طيبين. حضرتك طيب. هذه الثورة المجيدة اللي قرر فيها الجيش العظيم أنه بنفسه بقى يحل المشكلة الوطنية في مصر. أحزاب وحركات وتيارات مش قادرة تنهي الاحتلال أو تنهي عصر الاحتلال البريطاني لمصر. قرر الجيش وأبنائه بنفسهم ان هم يقوموا بالمهمة ونجحوا في 52. سيادة الرئيس دي الذكرى ال 11 الحقيقة مع سيادته بعد تولي المسؤولية في 2014 وال 12 بعد ثورة 2013 30 يونيو وال 13 بعد تولي سيادته وزارة الدفاع. اللي حمى وهو وزير دفاع ضريح الزعيم جمال عبد الناصر لما كانت العصابة المجرمة بتحكم مصر وقتها انها تنقل متعلقاته من الضريح وكان سيادة وزير دفاع وممكن يقول لك دي عصابة مجنونة ممكن تعمل اي حاجة، لكن قرر بقيم القوات المسلحة انها تحمي ضريح قائد ثورة مصر
والزعيم الكبير. طبعا سيادة الرئيس امبارح خمس يعني خمس قيم اتكلم عنها، انه على هدى ثورة اليوم، على هدى الاباء الاحرار اللي عملوا الثورة، ابناء الجيش العظيم النهارده نفس القصة، ابناء مصر النهارده نفس القصة، الاستقلال الوطني، الكرامة الوطنية وكرامة المصري، دور مصر العربي والاقليمي والدولي، العدل الاجتماعي، والحفاظ على مقدرات وثروة المصريين. خمس أسس اتكلم عليها سيادة الرئيس، لكن ما كانش برضو زي كل مرة يفكر المصريين بالتحديات القائمة ثم يعطي الأمل للمصريين أنه إحنا قادرين على تحدي كل هذه التحديات والتغلب عليها وهزمتها. فكلمة يعني شوف في دقائق استطاع أنه سيادة الرئيس يحيي الذكرى ويحيي يعني من قاموا بها و أنقذوا شعب مصر من الاستعمار الأجنبي وأعادوا ثروة المصريين لمصر، ثم التحديات القائمة إقليمياً ودولياً، ثم القدرة على تجاوزها. بالفعل. طيب عايزين نروح مع حضرتك للملف الداخلي، والبداية تحديداً في هذه الجزئية من عنوان في جريدة الوطن، نقرأ معكم مشاهدين: الحكومة منظومة متطورة لمراقبة الهجمات السيبرانية واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضدها. أستاذ أحمد، بتشوف إزاي اهتمام مصر بالأمن السيبراني وتطوير كمان منظومة محصنة من الاختراقات والأعطال؟ الحمد لله ابتدينا من بدري. يعني الحادث الأسبوع الماضي ممكن يعني كان في تأثير يذكر فكر ناس كتير بالحكاية، وإن إحنا قدام نوع جديد من الحروب، ما عادتش الحروب اللي كانت زي القديمة التقليدية بالطيارات والدبابات وأساطيل تيجي، ولا حتى الحروب العالمية الإلكترونية دلوقتي قادرة أنها تهز اقتصاديات. شفنا العالم كله في زلزال حاصل الأسبوع الماضي، لكن الحمد لله إحنا من 2014 عاملين المجلس الأعلى للأمن السيبراني، عملنا بعد كده يعني مؤتمر خاص في 13-14 يونيو 22، عملنا مؤتمر كبير للأمن السيبراني، عارفين أنه لازم نأمن شبكاتنا، لازم نأمن برامجنا، لازم نأمن أجهزتنا كلها وتقويتها محليا. أستاذ أحمد، زي ما دكتور محمد عزام قال لنا على الهواء مباشرة من شوية، أن إحنا بنعمل على تقوية أنظمة الأمن السيبراني في مصر محليا، وده السبب مش بس التقوية والقدرة على يعني التنبؤ بهجوم يعني محتمل أو جاري والتعامل معه، والعمل على هذه المشروعات من 2013-2014 حضرتك. أيوه عملنا المجلس الأعلى يعني ذكرت هذه الجزئية، فده يدل على أن في رؤية استباقية كمان بالضبط للسيناريوهات يعني من 10 سنين. غير بقى اللي اتعمل بقى من تأمين ملفاتنا ومستنداتنا وأوراقنا وكل معلوماتنا. وسيادة الرئيس كلنا فاكرين لما اتكلم على يعني كان في شرح وقال ان كل يعني اوراق المصريين ومستنداتهم ومعلوماتهم متامنه الى 14 متر تحت الارض، ثم اشار بالاكتفاء بهذا القدر من المعلومات لان الباقي بقى مش بتاعنا، بتاع اجهزه مختصه قادره انها تحمي وتامن مصر كلها. لكن طبعا في هذه الحروب قادره انها تهز اقتصاديات، قادره انها تاثر على التجاره، قادره انها تاثر حتى على السياحه اللي كلها موجوده على شبكه دوليه دلوقتي. طيب هنروح مع حضرتك لقطاع الصحه، وجولتنا مستمره في الشان الداخلي، ومن الوطن بنقرا عنوان: الصحه حل ازمه نواقص الادويه خلال شهرين، واصدار 821 الف قرار علاج على نفقه الدوله. ازاي بتشوف سرعه التحرك لحل مشكله نقص الدواء وكمان استمرار تقديم خدمات العلاج على نفقه الدوله لغير القادرين يا استاذ احمد؟ اللي نبدا بالاخيره دي لانها مهمه جدا، يعني تنقذ حياه ناس كتير طبعا، وخصوصا غير القادرين. يعني احنا في 2023 عندنا 3 مليون 694 616 الف قرار علاج على نفقه الدوله. دول كلفوا الدوله 20 مليار 415 مليون 364 الف جنيه. السنه دي بقى، لانه هذه الارقام زادت 495 الف قرار 937، يعني في حدود نص مليون قرار علاج على نفقه الدوله، زادت ميزانيه الملف، يعني زادت ميزانيه العلاج على نفقه الدوله الى 26 مليار و300 مليون. على كل حال من 2014 لغايه النهارده انت قدام 38 مليون 8 من 10 قرار على نفقه الدوله، 32 ونص قصدي مليون قرار، استفاد منهم 18 مليون مواطن و300 الف مواطن.
102 مليار و300 مليون تكلفه، وده يندل بيدل برضه على الارتقاء الجوده بتاعه الخدمه وتاهيل الكوادر البشريه لان يتم النجاح لهذا الـ القطاع، وفي نفس الوقت الارتقاء بيه وعلو وزياده الاستثمارات فيه بهذه الارقام. طبعا، واحنا طبعا اتكلمنا هنا قبل كده على المبادرات الرئاسيه في الصحه كلها، يعني انهاء قوام الانتظار الى فيروس سي الى المراه المصريه، وده ملف محتاج وقت طويل الكلام عنه. بس بالنسبه للدواء عندنا 3000 صنف، 90% من استهلاك المصريين، ادي وعد ان خلال شهرين ينتهي الملف. الموضوع مركب لان في يعني مواد خام على متطلبات لشركات الادويه، وفي متطلبات لثبات الاسعار عند المواطن. المعادله دي هي اللي الدوله بتعملها النهارده. في كل الاحوال استاذ احمد خطوه مهمه جدا، يعني انتاج الادويه محليا. طبعا لا، احنا عندنا يعني 170 176 مصنع، 700 خط انتاج. عندنا مازال القادم اكثر، خلينا متفقين في هذه النقطه. يعني عايزين نروح تاني لجريده الوطن ونقرا: ثلاث وزراء يبحثون منظومه المخلفات تحويل 1200 طن يوميا الى طاقه كهربائيه. عنوان تاني من الاخبار: تيار طاقه من اكوام المخلفات معالجه ل 1200 طن يوميا لانتاج 35 ميجا وات في الساعه. يعني ازاي بتشوف تحركات توفير الطاقه من مصادر مختلفه وسرعه التحرك بهذا الملف من الجهات المعنيه؟ هو بس عشان المواطن البسيط يبقى بيستوعب اللي بيحصل، ان الدوله دلوقتي بتشوف مصادر للطاقه بتبقى مش محتاجه مدخلات، يعني لا محتاجه مازوت ولا محتاجه غاز عشان ما تحصلش الازمه اللي كنا عايشين فيها الفتره اللي فاتت. فعندنا الشمس بتعمل طاقة وكهرباء، عندنا الرياح، وادي أخيرا مخلفات القمامة. 1200 طن 35 ميجا ممكن يبقى في عرف الكهرباء رقم قليل، لكن هي العبرة في إيه بقى؟ إنه القدرة على التعامل مع المخلفات من غير تكلفة عالية ونقدر نستفيد منها. الحاجة الثانية، لو تم تعميم هذه التكنولوجيا في المحافظات هنقدر نوفر طاقة كهربية أعلى. إذا قدرنا كمان استمرار هذا الحوار بين الوزارات، عند حضرتك البيئة، الانتاج الحربي، الاسكان، التنميه المحليه، الكهرباء، خمس وزارات بتتحاور مع بعض، كل دول مع القطاع الخاص، اذا قدرنا نعمل او نكمل هذا المشهد وطورناه وال1200 دول طن يبقوا مليون طن، قدرنا نعمل طاقه كويسه ان شاء الله. نقاش ثري جدا مع حضرتك استاذ احمد رفعت، بنشكرك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الكبير استاذ احمد رفعت، نورتنا في هذا نوركم، ربنا يخليك. شكرا ليكي ساره، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا على طيب المتابعه لهذا الصباح على اكسترا نيوز. دمتم دائما في امان الله ورعايته، والى اللقاء.